يلا يا لينا، أبدأ السؤال ها بإيه؟ سؤال بام اذ ار وبيكون معناهم. أبدأ السؤال بيبقى معاها ار وبيكون اذ معناهم ار اذ هل. ار بيبقى معاها ذي يو وهل. ممتازة، ار بيكون معاها they you we، لكن از بيبقى معاها ايه؟ هي شي ات طيب انا عندي كده 5 lines، 5 اسود جمع. هتبدأي سؤالك بام ولا از ولا ار؟ ار طيب ار يلا كوني السؤال. ار، ار يعني هل، هل هم يعني ايه هم؟ صورتي ار بيجي معاها وي او زي او يو، طب انا هختار اي ضمير فيهم. هل هم، هل هم يعني ار ار هم يعني ايه هم؟ هم يعني زي يبقى ار زي. هل هم اسود؟ هل هم اسود؟ اسود يعني ايه؟ اسمها اسد يعني ايه؟ لاين لاين. حط لها ايه بقى عشان تبقى جمع؟ لاين جمعها ايه؟ لاين جمع لاين، لاين لاينز، نحط لها اس. باينس اوكي لاينز، ار زي لاينز. ده السؤال معناه ايه السؤال ده؟ هل هم اسود؟ يس ممكن اتمم الكراسة يس. لا ركزي معايا الاول. يس يس ايه، مش قلت لك بقى بنعمل مقص؟ يبقى يس ايه. يس ذي يس زي. يس ذي لاين يا ازاي؟ بصي انتي عملتي مقص ما بين زي وايه. يا ازاي ايه؟ يس ايه زي. زي ار ايوه يا ازاي. اه اقرأي يلا السؤال هلو والإجابة. ار زي لاينز يس زي ار كتبنا ياس وبعدين عملنا مقص ما بين زي وار. طيب الصورة اللي قدامنا دي صورة ايه؟ فراج، ضفدع. ضفدع عايز اسأل سؤال واقول هل اللي في الصورة ده نملة؟ أقول تبدأ سؤالك بإز ولا أر؟ إز. إز أقول إز إز يعني هل. إز بتاخد إيه؟ هي وشي ات يلا إز إت. إز إت يعني هل هي نملة؟ إز إت آن. إز إت آن أم؟ Is it؟ Oh, is it an ant؟ يلا الإجابة. الإجابة بقى الإجابة هتكون نوع No. زي نو no, ايه فين نوع المقص؟ زي إيه حطي يس، حطي يس ور نو وبعدين تعملي مقص بعد يس ونو، المقص على طول. هكتب نوع إز بصي السؤال اهو، هاتي من السؤال، اعملي المقص من السؤال. يعني نو از از دي نو الاولى، ات ناخد التانية. ايوه نو ات. نو ات از انا ان از No, it isn't. No. نو ات از Oh, it isn't. ماشي تمام. No, it isn't. يبقى is it an ant? No, it isn't. ممكن ثانية بس اتفضلي. ثانية
يلا سو هنا في صورة ايه؟ نملة. دي صورة نملة. ان انت ان انت اسألي سؤال. يلا اسألي سؤال وقولي هل اللي في الصورة نملة؟ هل اللي في الصورة نملة؟ هكتب إز شاطرة. از إز از ات أنت هي نملة. از ات ان أم از ات ان انت. يلا الإجابة. يس يس إيه حطي yes or no وقولي واعملي مقص. بتعملي مقص بعد yes او no. فانتي قلتي yes. yes ايه بقى؟ yes it's ايوه yes yes it's yes it's after yes it's and يس ات. حبيبتي ات هي فين المقص بقى؟ مش احنا قلنا بنعمل من الجزئين فيها مقص؟ yes it's and يس ات از. ممكن نكمل ان انت. يس ات از ان انت. اوكي Yes, it's an ant. اوكي عندنا هنا صورة فيش سما. فأسأل أقول Active or هل هم كتب؟ ثواني. ار زي ماشي. are they كتب بقى. box ار زي بوكس. الإجابة شاطرة يا لينا. ار زي بوكس. yes لا no no أيوة no and no have to know أيوة they زي are ارنت. ممتازة جدا ما شاء الله. نو زي ارنت. have to be as man احنا عايزين نسأل سؤال. قلنا بنبدأ السؤال بإيه؟ تبدأ السؤال بإيه is بأن إز هكتب إز هاي رجل إز. هتبدأي بإز عشان هو رجل. إز رجل مفرد. إز وي إز هي از هي. هل هو إز رجل؟ هي رجل. ما از هي امان. تمام. از هي امان. يس هكتب الإجابة يس وي أي جماعة يا شاطرة. يس هكتب يس هي يس هي إن امان. ما شاطرة. yes he is a man. نحط question mark علامة استفهام آخر السؤال ونحط full stop آخر الجملة. يبقى yes he is. طيب عندنا هنا two chairs. عندنا two chairs. أنا هكتب عايزة مثلا عايزة يكونوا أقول مثلا أكتب هل هم هل هم أبواب؟ مثلا وممكن كمان ممكن هل هم بن هل هم القلم ماشي. هل هم أقلام جاف؟ يلا اسألي السؤال. هنا هكتب إت إت ماشي. هنا يعتبر إت لا أور ار. انا مش ار عارف. ات عندي سؤال. ار إت. ازاي ار إت؟ هو إت حاجة واحدة بس. ار يو يو يعني انت. هل انت يعني ينفع نقول هل انت أقلام لا جاف ولا هل هم؟ زي أيوة هل هم ده or they. خدي بالك الضمير زي ثابت مع الجمع. or they هل هم. انت قلتي ايه؟ أقلام جاف. يس اوكي يعني ايه أقلام يعني بينس or they pens. or they pens. هكتب نو هكتب نو 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 زي they are نو زي أرنج aren't. no they aren't. تمام جدا.
يلا عايزة أقول هل هو ولد؟ هل هو ولد؟ هل يعني ازد ماشي از. ازد طب از هي عشان هو مفرد. از هي شاطرة. بوي از هي ابوي شاطرة. از هي ابوي الإجابة ايه؟ yes yes he a boy يس هي ابوي على طول كده. oh يس هي yes he is a boy دايما تنسيها. ليه بتنسيها؟ ما عادش تنسيها. يس هي از ا بوي. نعم هو ولد. هنا بقى يلا واحدة عايز اقول هل هو حران؟ اللي في الصورة ده حران. هكتب هكتب از 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 هي is he. لا هكتب از ماشي از is هي he يعني هل هو حران؟ عايزين نقول حران. is he هوت hot؟ is he hot؟ هل هو حران؟ الإجابة ايه؟ نو تمام no نو هي no he از از كده اللي جاب معناه بنحط لا از. ازنت isn't. شاطرة ازنت ممتازة. no he isn't. خلاص كده رأي. يلا الأسئلة رأي من أول هنا من فوق خالص من عند الرجل. is he a man yes he is a man are they pins no they aren't is he a boy yes he is a boy is he not the hot no they isn't ده نو زي ازنت. نو هي ازنت. نو هي ازنت. ركزي في القراءة.